السلام عليكم مشاهدين متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو غنخرجوا عن نطاق الطبخ وعن نطاق التجميل، غادي نخرجوا واحد الخريجه النهار الثاني من بعد ما طلقونا من الحجر الصحي. النهار الثاني هذا جيت لحدا البحر وبغيت نشارك معكم هذه الخرجه ونشوفوا الاجواء ديال الناس من بعد ما خرجوا، يعني نشوفوا الجو كي داير في البحر. صراحة اليوم الجو زوين بزاف، خصوصا اللي مشينا لحدا البحر. المهم حبيت نشارك معكم هاد الأجواء، وخليكم معايا باش تشوفوا جميع اللقطات اللي غادي نصور معكم في هاد الفيديو، يعني غير بعض اللقطات من هاد الخرجة. المهم خليكم معايا. كما كتشوفوا البنات، حنا وصلنا دابا للكورنيش ديال البحر. هاد الكورنيش ديال تمارة هرهورة، يعني واحد الجو كما كتشوفوا غزال بزاف في الوقت ديال الغروب ديال الشمس. حنا جينا لقينا ان الشمس راه غربات مشات، ولكن الجو كان زوين بزاف مع البحر ومع الناس اللي كانوا الكورنيش مع كيشتو مع الحجر الصحي. الناس كانوا موحشين بزاف انهم يجيو للبحر ويخرجوا لبرا، فكانت واحد الاجواء زوينه بزاف كما كتشوفوا. المهم خليكم معايا، ما نطولش عليكم الهضره، خليكم معايا وشوفوا الاجواء ديال البحر والمواج. صراحه بغيتكم تجيو باش تشوفوا الجو كيفاش داير، الجو رائع رائع بزاف. وما تنساوش انكم الى خرجتوا ديروا الوقايه ديالكم اللي هي الكمامه والمعقم وكذلك مسافه الامان. Taste the dirt as I hit the ground. You've been through it all.
How far are you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your waiting arms, waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. You live like a drop of rain, love like a كما كتشوفوا معايا انا تقريبا راح نسالت الخرجه ديالنا. حنا دابا حاليا غاديين للدار وكما شفتوا معايا هنا دزنا على هنا لي سناك وهذا ديال الماكله كما كتشوفوا هما راه خدامين ورا الناس تبارك الله راه حاضرين ناضرين. المهم خليكم معايا حتى نمشيو للدار باش ان شاء الله نختم معكم الفيديو. دابا حنا جينا للدار انا كنصور لكم من السطح يعني واحد المنظر كاين تما زوين من الفوق. انا كيسايد الفيديو ديالي وتنقول لكم بسلامه نتلاقى معكم ان شاء الله فيديو جديد. وما تنساوش لايك الفيديو الى عجبكم واشتراك بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره وتفعيل الجرس باش ان شاء الله توصلوا كل جديد كنحطوا لكم. وتنقول لكم من هنا بسلامه عليكم ونتمنى يعجبكم الفيديو حتى نتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.